السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم مره ثانيه على قناه عياده الاطفال. معك دكتور يوسف فضل استشاري طب الاطفال وحديث الولاده. في حلقه مهمه النهارده على القناه هنتكلم عن البراز الاخضر عند الاطفال والرضع وازاي هنتعامل مع المشكله دي. يمكن امهات كتيره جدا بعتت لنا اسئله وبتستفسر عن مشكله البراز الاخضر عند الاطفال والرضع وعاوزه اجابه على الاسئله، فالاجابه هتكون في الحلقه بتاعه النهارده. قبل ما نبدا حلقتنا النهارده يا ريت تنزلوا تعملوا اشتراك في القناه وتعملوا لايك للفيديو ده، ما تنسوش ان انتم تفعلوا الجرس بتاع الاشعارات عشان يوصلكم كل الاشعارات، ما تسيبوش اشعارات مخصصه، لا خلوا الاشعارات كلها فعلوها بحيث ان يوصلكم الاشعار بكل الحلقات اللي احنا بنرفعها على القناه. البراز الاخضر يمكن من المشاكل المهمه جدا اللي بتعاني منها الامهات ومشكله بتشتكي منها امهات كتيره جدا جدا، ولكن اغلب الاسباب البراز الاخضر عند الاطفال والرضع بيكون اسباب طبيعيه او فسيولوجيه، ما فيش منها اي مشكله خالص خالص خالص. هنتكلم عن مشكلتين اساسيتين مرضيتين ممكن يؤدي الى حدوث البراز الاخضر، وبقيه الاسباب هتكون اسباب طبيعيه لا تستدعي اي علاج بالنسبه للطفل. اول حاجه من الاسباب البراز الاسباب المرضيه لحدوث البراز الاخضر وهو حدوث عدوى زي نزلات البرد او العدوى الفيروسيه، ودي من الاسباب الشائعه جدا جدا لحدوث البراز الاخضر عند الاطفال والرضع. يمكن اطفال كتيره جدا بتعاني مجرد ما يحصل لهم نزله برد بيحصل لهم الاسهال او البراز الاخضر، وده طبعا بيستدعي ان احنا دايما نرجع للدكتور، لان الطفل ممكن يعاني من المشكله، ممكن يزيد الموضوع ويقلب الموضوع بنزلة معوية حادة وقد يحتاج إلى محاليل أو يحتاج لعلاج خاص بوصفه الطبيب. حاجة تانية وهو الحساسية من بروتين حليب البقر، يمكن من الأسباب برضو المهمة لحدوث البراز الأخضر أو حتى المدمم عند الأطفال، وده طبعا بنعرفه لو الأم شربت أو أكلت حاجات فيها لبن او الطفل اداله لبن قبل ميعاده. لبن البقري زي ما احنا بنتكلم وبنقول لبن البقري ده ممنوع للاطفال قبل سن سنه، لا يجوز ابدا ان احنا ندي للاطفال لبن بقري قبل سن سنه. فمهم جدا جدا السببين دول لازم نحطهم في بالنا ونعرف ان دول من الاسباب المهمين جدا او الاسباب المرضيه لحدوث الالتهاب او حدوث البراز الاخضر عند الاطفال والرضع. نرجع بقى للأسباب الطبيعية اللي ممكن تحصل للأطفال، وهو أول حاجة بنلاحظها في الأطفال اللي هم حديث الولادة أو الطفل المولود. الطفل المولود البراز بتاعه بمجرد لما بيتولد بيكون براز أسود، والبراز الأسود ده خلال 3 أيام بيقعد لونه يتغير لغاية أما يقلب إلى اللون اللي هو الأصفر، خلال الفترة دي بتحول إلى اللون الأخضر. فطبيعي جدا إن الطفل المفروض إن هو بيتحط على طول على صدر مامته مجرد لما بيتولد، كل ما بيرضع اكتر كل ما الطفل يعمل حمام اكتر كل ما يتخلص من البراز اللي هو الاسود والبراز وتحول الى اللون الاخضر وبتحول الى اللون الاصفر بعد كده خلال 3 ايام بكتير. فمهم جدا ان الطفل يتحط على صدر مامته عشان يرضع. الطفل طبعا بعد 3 ايام بتحول اللون البراز الى اللون الاصفر الفاتح لو الطفل بيرضع طبيعي، لو الطفل بيرضع صناعي الطفل البراز بتحول الى اللون الاصفر الغامق. ومهم معلومة مهمة حابب أقولها لحضراتكم برضو، إن الطفل ممكن يعمل أكتر من مرة في اليوم، يعني ممكن الأم تغير 7-8 حفاضات في اليوم للبراز، فده أمر طبيعي بالنسبة للأطفال. فلا يجوز أبدا أبدا إن احنا ندي أدوية مضادة للإسهال للأطفال في أول شهر. طبعا لازم الدكتور هو اللي بيحدد الموضوع ده وبيشوف إذا كان الطفل محتاج ولا لا، ولكن غالبا 90% أو أكتر من كده الطفل ما بيحتاجش اي ادويه خاصه بالاسهال في اول شهر. فمهم جدا نكون عارفين ان معدل التبرز عند الاطفال في اول شهر بيكون تقريبا 7-8 مرات، ممكن يوصل 10 مرات. بعد شهر ممكن الطفل يتاخر شويه، يقعد 3 ايام 4 ايام 5 ايام ما يعملش حمام براز، وده امر طبيعي. والطفل بعد كده ما بيبدا ياكل ممكن يعمل مره او 2 في اليوم، وبعد كده بعد ما بيكمل السنه ممكن يعمل مرتين في اليوم او يعمل مره في اليوم، وده بيكون الطبيعي بتاع الأطفال. طبعا بيختلف برضو الشكل والريحة بتاعة البراز تبعا لحاجات كتيرة جدا منها الأكل بتاع الأم
وكمان منها الإصابة بالطفيليات زي الأميبا والجياردية. دول من الحاجات المهمين جدا لتغير الريحة بتاعت البراز عند الأطفال والرضع. نيجي للسبب الثاني من الأسباب الطبيعية، وهو أن الطفل بيبلع بسرعة، يعني بيرضع الحليب بسرعة. فيه أطفال كتير جدا جدا بتحب تقوم تشرب بسرعة جدا جدا وتبلع بسرعة، وده ممكن يؤدي إلى عدم هضم اللبن بطريقة طبيعية وبطريقة كويسة، ويؤدي إلى حدوث البراز الأخضر عند الطفل الرضيع. النقطة الثالثة، وهو أن الطفل يكون بيرضع بشكل خاطئ. يمكن حضراتكم عارفين أن الحليب بتاع الأم بينقسم إلى ثلاث مراحل أساسيين، وهو اللبن الأولي أو الأمامي، واللبن المتوسط، واللبن الخلفي. اللبن الأولي هو أو الأمامي ده بعبارة عن مية وسكر اللاكتوز، واللبن المتوسط ده بيكون عبارة عن فيتامينات، بيكون تقيل شوية، واللبن الخلفي عبارة عن دهون بيكون لونه أصفر وتقيل شوية، بيحتوي على دهون وفيتامينات. مهم جدا جدا أن طفلك يرضع الثلاث مراحل دول من الحليب، يعني بمعنى أن الطفل يصف صدرك خالص خالص ويخلصه خالص خالص في كل رضعة، وبعدين بننقل بعد كده على الرضعة الثانية بيرضع من الثدي الثاني. مشكلة كبيرة بتقع فيها أمهات أن هي ترضع شوية من هنا وشوية من هنا، فالطفل بياخد شوية مية وسكر من هنا وشوية مية وسكر من هنا. المشكلة الأساسية أن الطفل لما بيشرب المية وسكر، السكر ده بينزل في الأمعاء بتاع الطفل بيتخمر وبيعمل انتفاخ شديد ومغص، وده بيؤدي إلى حدوث كمان عيط الطفل المتكرر والبكاء الشديد، وكمان بيؤدي إلى البراز الأخضر عند الطفل الرضيع. فمهم جدا جدا أن طفلك يصف صدرك خالص ويرضع حتى آخر نقطة في الثدي، وبعدين بعد كده بننقله على الثدي الثاني في الرضعة اللي بعد كده. النقطة اللي بعد كده، وهو الأكل الأم. أكل الأم برضو بيتحكم في شكل وريحة البراز بتاع الطفل. الأم لو هي بتاكل أكلات خضراء زي الخضروات الخضراء الورقية، أو زي السبانخ مثلا والبسلة والحاجات الخضراء والجرجير والخس والكلام ده، ده بيؤدي إلى ظهور اللون الأخضر في براز الطفل، وقد يؤدي كمان إلى تغير الريحة بتاعة البراز بتاع الطفل. النقطة اللي بعد كده، وهو تناول الأطفال الأدوية اللي تحتوي على الحديد. في أطفال كتير جدا بتاخد فيتامينات بتحتوي على الحديد. الحديد من العناصر اللي بتؤدي إلى ظهور اللون الأخضر في براز الطفل، بيكون أحيانا لون أسود أو لون أخضر على حسب كمية الحديد، لأنه بيرتبط بالمكونات بتاعة البراز ويغيرها ويخلي لونها لون أسود أو لون أخضر. فمهم جدا إن احنا نعرف إن الطفل ده بياخد حديد ولا لأ. وكمان ممكن الأم بتكون بتاخد مركبات بتحتوي على الحديد، ده بيؤدي إلى ظهور اللون الأخضر في البراز بتاع الطفل. النقطة اللي بعد كده، وهو التسنين. يمكن التسنين برضه من الحاجات اللي بتخلي الحركة بتاعة الأمعاء سريعة شوية، وده بيؤدي إلى حدوث البراز الأخضر عند الطفل. فمهم جدا في مرحلة التسنين، زي ما احنا قلنا قبل كده، الفترة من 6 شهور 9 شهور، خلال الفترة دي ممكن نلاحظ الطفل بيسنن، ونلاحظ البراز بتاعه بيكون أخضر شوية أو سايب شوية، ده بيكون بسبب التسنين، فما فيش أي مشكلة خالص إن شاء الله. آخر حاجة بقى، ويكون الطفل بيكون بياكل، والأكل بياكل أكلات برضو خضرة أو فيها حاجات خضرة زي السبانخ والملوخية والبسلة، برضو من الحاجات اللي ممكن تؤدي إلى ظهور اللون الأخضر في براز الطفل الرضيع. فدي من الأسباب الطبيعية المسؤولة عن البراز الأخضر. زي ما حضراتكم شفتوا أن معظم الأسباب أسباب طبيعية لظهور البراز الأخضر عند الطفل، لكن لازم ناخد في بالنا ونعرف أن برضو لازم نستشير الدكتور لو لاحظنا أن البراز الأخضر ده معاه ارتفاع شديد في درجة الحرارة، أو معدل إسهال كتير جدا جدا عن الطبيعي بتاع الطفل، أو الطفل همدان ومش قادر يرضع أو بيرفض الرضاعة، فده دليل على إن فيه مشكلة بيعاني منها الطفل الرضيع. بكده أكون قدمت لحضراتكم أهم أسباب البراز الأخضر المرضية وغير المرضية عند الأطفال والرضع. أتمنى تكون الحلقة مفيدة وتعجب حضراتكم، وإن شاء الله هريت تكتبوا لنا في اسم التعليقات تحت الفيديو هنا أي سؤال أنتوا حابين نتكلم فيه. إن شاء الله أكون تحت أمركم بإذن الله، ونجاوب على كل الأسئلة اللي أنتوا حابين نتكلم فيها. تحياتي لكم كلكم، كنت معاكم دكتور يوسف خضر استشاري طب الأطفال،
كل سنة وانتم طيبين، سنة سعيدة عليكم يا رب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.